آثار القصف الممنهج على مدينة معظمية الشام المحاصرة. من أحد معاقل الفرقة الرابعة لم يسلم من هذا النظام البائد، لا الشجر ولا البشر ولا الحجر. هذه هي مدينة معظمية الشام. قصف مستمر منذ أكثر من 8 أشهر في ظل حصار اقتصادي خانق على المدينة، مع هدم البيوت. حسبي الله ونعم الوكيل. واحد وعشرين ستة 2013، معظمية الشام المحاصرة.